السلام عليكم مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في قناتي وبالضغط على اسفل الزر اسمه سوسكرايب قناتي نيوز دي زد. اذا نحن متواجدون في احد المناطق الاثريه، منطقه الثقافه والعلم وكثير من الامور. من وراء هذا الصندوق الذي ترونه بطول متر وبعرض نصف متر، انه صندوق العجب كان يطلق عليه قديما. هذا البيكر واسمه الاذاعه، له يمتد حوالي قرن وعشرون سنة، لكنه لا يزال بحالة جيدة. نستطيع تشيره؟ هل نستطيع تشيره؟ اسمعوا صوت رنان جميل جدا ينبعث يبقى التاريخ من هذا. إذا المشاهدين الكرام، لا تنسوا الاشتراك في قناتي تشجيعا منا إليكم بمزيد من الفيديوهات التي ستنال إعجابكم. السلام عليكم، ألقاكم في موعد آخر.